مرحبا أصدقائي. المترجم هو صوت شعبه حول العالم. بطلتنا اليوم هي الصوت الفلسطيني في أمريكا اللاتينية. حلقتنا اليوم عن الكاتبة الفلسطينية غدير أبو سنينة. ولدت عام 1980، حاصلة على الماجستير في اللغة الإسبانية وآدابها وبكالوريوس في اللغة الفرنسية. هاجرت إلى نيكاراغوا وتقيم فيها حتى الآن. جمعت بين الكتابة الأدبية والترجمة. لها العديد من الأعمال الإبداعية في الترجمة بين العربية والإسبانية والعكس. ترجمت نصوصاً لمئات الشعراء من أمريكا اللاتينية، كما ترجمت نصوصاً لعدة شعراء عرب إلى اللغة الإسبانية. نالت جائزة ابن بطوطة لأدب الإحلاء عن كتابها إخوة المزينون بالريش عام 2016. حاضرت حول الثقافة والأدب العربي والقضية الفلسطينية في ملتقيات وجامعات عديدة في إسبانيا وأمريكا اللاتينية.